يعاني سكان مدينة الشحر كغيرهم في باقي المناطق من تلاعب في الأسعار وتفاوت فيها من محل لآخر. ورغم تحسن سعر صرف العملة المحلية، إلا أن الأسعار لم تتحسن وفق معيار سعر العملة. المزيد في سياق التقرير التالي. هكذا تبدو المحال التجارية بمديرية الشحر، خاوية من بضائعها في ظل التلاعب الكبير الذي طرأ على أسعار المواد الغذائية، مما تسبب في عزوف المواطنين المتواصل لشراء مستلزماتهم اليومية واكتفاء البعض بما يسد حاجته الأساسية. من ذات العلاقة لضبط هذه التلاعبات في الأسعار، ويجب عليها وضع حلول جذرية ونظرا للانخفاض الحالي في الأسعار. وكما تسجل أسعار العملات الأجنبية عدم الاستقرار، يقابلها تجمد الأسعار في المحال التجارية والبيع بأسعار متفاوتة من محل لآخر دون رقابة متواصلة من الجهات ذات العلاقة، مما تسبب في تفاوت متواصل للأسعار من يوم لآخر. طالب السلطة والتجارة والصناعة في عموم ساحل حضرموت المراقبة المراقبة مخافة الله عز وجل، الناس يعني تعبوا صراحة. الآن الصرف نزل تقريبا 50%، مفروض هناك تكون نزول في الأسعار وفي المحروقات وفي كل حاجة، لكن صراحة نتفاجئ أن الأسعار هي مثل ما كان الصرف أول، أو مثل ما قلت لك نزول بسيط جدا. الكثير من الأسر عانت عن عدم المقدرة على توفير احتياجاتهم اليومية والضرورية. لقد أصبحت الأسر ذات الدخل المحدود توفر حاجتها بشكل متقطع والتخلي عن بعض الاحتياجات التي كانت تستخدمها في السنوات الماضية. تجار المواد الغذائية بالأخص لا يرحمون أي مواطن في حضرموت، أسعار ويجمدونها عندهم من المستودعات ومن ثم ينزلها بأسعار أكبر من هذا، وهذا بسبب الرقابة وقلل التفتيش على المواد الغذائية. واطلب من السلطة تنزل على المستودعات، تقوم بحملات على المستودعات وبتشوف الفضائح اللي تحصل الكبيرة من مواد مخزنة وبعضها قد انتهت صلاحيتها بسبب منتظر السعر حقها انه يرتفع. الى عزوف متواصل للأسر محدودة الدخل رغم تحسن سعر صرف العملة المحلية، إلا أن تدني أجور العاملين بالقطاعات المختلفة وغياب دور الجهات الرقابية بممارسة مهامها بضبط السوق المحلي وتحديد أسعار البيع الذي لم يتماشى مع تحسن العملة يبقى هاجسا يؤرق حياة الكثير من المواطنين.